عاش بالكويت وتخرج من كلية الفنون الجميلة وعمل مصمم ديكور، واكتشفوا الفنان كرم مطاوع وابنه فنان صاعد، وحادث السيارة غير حياته. هو صديق كريم عبد العزيز، أحب الفن من خلال عمله كمصمم ديكور بالمسرح. بعد دراسته للديكور اتجه الفنان ماجد الكدواني لدراسة التمثيل، واكتشفوا الفنان كرم مطاوع ليبدأ بعدها مسيرته الفنية. الفنان المصري ماجد الكدواني واحد من أشهر وأهم الفنانين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، فنان متواضع هادئ نجح في أن يطرد بصمة كبيرة ومميزة بعالم الفن. نجح في لعب كافة الأدوار المختلفة باحترافية كبيرة، استطاع ببساطة وموهبته أن يجد لنفسه مكانا في قلوب وعقول الجمهور، ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي كاملا. اسمه بالكامل ماجد نبيل الكدواني، اشتهر فنان باسم ماجد الكدواني. هو ممثل مصري ولد في 19 ديسمبر عام 1967 بحي شبرا. نظرا لظروف عمل والده انتقل ماجد الكدواني في طفولته لدولة الكويت، عاش فيها حتى بلغ سن 18 سنة. بعد أن حصل على شهادة الثانوية العامة قرر العودة إلى مصر ليلتحق بالمرحلة الجامعية. في عام 1985 اتخرج ماجد الكدواني من كلية الفنون الجميلة حيث تخصص بقسم الديكور المسرحي، ثم التحق عام 1990 بالمعهد العالي للفنون المسرحية. تزوج الفنان المصري من زميلته بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأنجب منها ولد يدعى يوسف، وهو فنان صاعد درس السينما في أمريكا، ولديه أيضا بنت تدعى ساندرا تدرس حاليا في أمريكا. يذكر أن الفنان الشاب يوسف نجل الفنان ماجد الكدواني كان قد شارك في مسلسل اختيار 2 ومسلسل ولاد ناس ومسلسل موضوع عائلي. بسبب حادث سيارة الكدواني تتغير حياته. كشف الفنان المصري ماجد الكدواني عن حادثة تعرض لها خلال تواجده في دولة الكويت لن ينساها أبدا، حيث كانت سببا كبيرا في تغيير حياته. وحكى الفنان أنه تعرض لحادث سيارة في الكويت أدى لإصابته بتمزق شديد في الأربطة، واستغرق علاجه فترة طويلة أدت إلى ما يشبه العجز، وكاد الحادث أن يدمر حياته المهنية. إلا أن هذه الحادثة نجحت في تغيير حياته. كان من المقرر بعد أن انتهى من دراسته الجامعية أن يلتحق بالجيش كضابط احتياطي، أي أنه سيستمر لمدة 3 سنوات على الأقل داخل الجيش، ولكن كان للقدر رأي آخر حيث جاءت هذه الإصابة التي جعلته يخرج من التجنيد بمصطلح غير لائق طبيا، حيث أكدت اللجنة الطبية عجزه ليتجه بعدها إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ويقدم أوراقه. وقال الكدواني: لما كنت بمدرسة في الكويت في زميل ليا طلب مني اني اغششه في الامتحان، فقلت له مش هينفع، وكان ليه أخ أكبر مننا عرف اني مرضتش اغشش أخوه وكان معاه عربية. تابع الكدواني حديثه: كان بيهزر معايا وبيهوش بعربيته، الموضوع قلب بحادثة جامدة وخبط فيا جامد، وحدث تهتك في الأربطة، فجأة لقيت نفسي واقع على الأرض واتجبست 3 شهور. خلصت فنون جميلة وابتديت أشتغل في مسرح، وجت لجنة من معهد فنون مسرحية يحكموا آخر مسرحية ببكالوريوس فنون جميلة، ولقيت الدكتور أشرف زكي والدكتورة سميرة محسن بيقولوا لي إحنا عايزينك أقدم في معهد فنون مسرحية، ودي كانت آخر فرصة ليا إن أدخل المعهد. قالوا لي: شوف موقفك من التجنيد وتعالى. رحت لاستشاري عظام، قلت له عندي مشكله في رجلي ومبعرفش اقف عليها اكتر من نص ساعه، فقال لي: دي تطلعك من الجيش، ودي كانت نتيجه الحادثه اللي تعرضت ليها وكانت سببا في دخولي معهد الفنون المسرحيه. روت الفنانه صحى الرامي تفاصيل الساعات الاخيره في اللحظات الاخيره في حياه زوجها الفنان الراحل حسين الامام. قالت الفنانه خلال حوارها في برنامج كلام الناس: حسين الإمام مات في حضني، كنا في البيت يوم عيد ميلادي حوالي الساعة 6:30 مساء والجو كان حر، هو طلع الحمام وتأخر، فطلعت أشوفه تأخر ليه، لا يكون بياخد دش وسابني أنا والضيوف، أو يمكن يكون اتحبس في الحمام لأن وقتها كان عندنا مشكلة في أكرة الحمام. أضافت: ناديت عليه قال لي افتحيلي عشان مش قادر أخد نفسي، وقع علي على السرير في لحظة، أنا كنت مش عارفة إيه اللي بيحصل، في خلال 5 دقايق راح في أقل من 5 دقايق، أنا كنت منهارة وصحابي طلعولي من تحت، لكن ما قدرناش نعمل حاجة.
حسين ما كانش بيعاني من اي امراض، كان تشخيص الدكتور جلطة مفاجأة في الشريان التاجي، ومش بتتلحق غير بحقنة معينة بتتاخد في القلب، وفي خلال 10 دقايق ما كانش ممكن يتلحق، ولو كان يتلحق بتعمل له اثار جانبية زي الشلل او العمى. واحنا كنا في بيتنا على الطريق الصحراوي، والحالات دي عشان تتلحق لازم يكون هو اصلا في المستشفى. سحر رامي لو فنانة رفض حد يمسك ايديها وتلبس عريان ما تمثلش، الفن ما فيهوش التزام. قال السحر انا ما عنديش خطوط حمراء في الفن وما عنديش الفكر ده، لان الفنانة بتمثل اللي بيتعرض عليها سواء خطوط حمراء او لا، المهم ان اعرف اقدم الدور صح ويكون لايق عليا. ووصلت السحر رامي انا مش برفض اي اعمال، انما ما ينفعش اطلع في دور بنت صغيرة او ست هتتجوز وتخلف، وانا اهم شيء بالنسبة لي الشخصية، لدرجة طلعت ام لفنانين اكبر مني سنا لمجرد ان الشخصية لايقة عليا وهقدر اقدمها بشكل مناسب. انا عمري ما بحكم على حد، وطول عمري انسانة سوية، واللي تتحجب وتخلعه هي حرة، ولكن الفنانة اللي تقول حرام حد يمسك ايدي بقول لها ما تمثليش واعملي الادوار المناسبة، انما الفن ما فيهوش التزام ولا شروط، انتوا لو بتحرموا الفن ما تمثلوش. سحر رامي بشغل عشان ما اقعدش استنى الموت، العيال كبري. هكذا علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على احدى الصورة للفنانة سحر رامي وابنها يوسف حسين الامام. يوسف حسين الامام هو ابن الفنان الراحل حسين الامام، وممثل ومصور ومخرج، قدم اكثر من فيلم قصير وحاز على بعض الجوائز من عدة مهرجانات سينمائية. قام بدراسة هندسة الصوت والانتاج والاخراج. احدى الظهور له كان في رمضان في مسلسل لعبة نيوتن. ابن الفايزة كمال امي اصيبت بالسرطان بسبب تجاهل المنتجين لها، وكانت بتنام لمدة ايام بسبب الاكتئاب. قالت ليلى في تصريح خاص كلما حدثت نفسي بان حزني عليها سينتهي او يقل بمرور الوقت اجد ان الامر يتضخم اكثر ويزداد احتياجي لها، وخاصة يوم نجاحي بالثانوية العامة كنت ابحث عنها وسط الحضور رغم علمي بانها رحلت. وتابعت كنت اعلم انها ستكون اكثر من يفرح من اجلي. وايضا يوم قبولي بكلية اعلام تخيلت ملامحها حين اخبرها بذلك، واول مرة وقفت على خشبة المسرح لاكون ممثلة كنت اتمنى ان تكون في الصالة. كل هذه المواقف ضعفت من افتقادي لها، فهي لم تكن تتركني لحظة، فكانت صديقتي واختي وامي واقرب لي من والدي وتساندني في كل شيء. وعن رغبتها في استكمال مشوار والدتها الفني قالت منذ فترة قصيرة لو سئلت هذا السؤال اجابتي كانت بالرفض، ولكن التمثيل في دمي ولا استطيع مقاومته، ودخلت اعلام لابتعد عن هذا المجال، لكن شيء خفي يجذبني اليه برغم انها لم ترفض الفكرة ولكن لم تكن تحبذها. وكانت تقول لي ليه يا بنتي انت ما شفتيش اللي حصل معايا، امي اصيبت باكتئاب بسبب هذا الوسط، كانت دائمة البكاء حتى مرضت، ولانها لا تحب الشلالية والسهرات اصبحت منبوذة وتقابل تصرفات محزنة من زملائها وكأنهم يقولون لها انت احسن مننا في ايه. اضافت ايضا في الفترة الاخيرة من حياتها كانت تاخذ علاج للاكتئاب وتنام يومين متواصلين، كنت افتقدها واحزن لاجلها. اصيبت بسرطان بسبب الحزن وبعد محاولات عديدة شفاها الله، ولكن حالتها النفسية اعادت المرض مرة اخرى ولم تشفى منه. امي تعرضت لاغراءات شديدة من رجال اعمال واموال باهظة لتبيع نفسها، ولكنها رفضت ذلك. انا فخورة لكوني ابنة هذه المرأة، احاول ان اكون ممثلة محترمة بالصورة التي تشرف امي، وان اكون خير ابنة لها، واتمنى ان اجسد شخصيتها في عمل فني يحكي قصتها، خاصة ان بيني وبينها شبه في الملامح، واعتقد ان الافضل من يجسد شخصيتها. ولدت الفنانة فايزة كمال في الكويت يوم 1 يناير 1962. بدأت مشوارها الفني بمسلسل تاريخي العدل والتفاح بطولة مديحة كامل وعبدالله غيث. جذبت فايزة كمال الانظار لها بعد مشاركتها في مسلسل المال والبنون. قامت ايضا بدور فريال فراويلة التي احبها الكثير من خلال هذا العمل. كانت الفنانة فايزة كمال ذات جمال اخاذ يخطفك من الوهلة الاولى بعينيها الزرقاء ونبرات صوتها الرقيقة التي جعلتها تنفرد وسط فنانات كثيرة من جيلها بملامحها الملائكية البسيطة.
إذ لقبوها بجميلة الجميلات في ذلك الوقت. تزوجت من المخرج مراد منير وأنجبت منه يوسف والفنانة ليلى.